ضمن جولته في العاصمة الإسبانية مدريد، زار وفد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه البحرين، زار المركز الثقافي الإسلامي بهدف الاطلاع على أنشطة المركز الذي يعد رمزا للمسلمين في إسبانيا، كما وتم نقل التجربة البحرينية في التعايش السلمي. الزميل بسام البدوي رافق الوفد في زيارته وعد التقرير التالي. أسبانيا بلد الحضارات، تقدم أروع الأمثلة في الحريات الدينية، كما تمتلك تجربة تاريخية مماثلة للتجربة البحرينية في التعايش المشترك بين أتباع الديانات المختلفة. وفود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين وقفت للتعرف عن قرب على نشاطات المسلمين في المركز الثقافي الإسلامي، إضافة لنقل الصورة المشرقة عن البحرين. هذا الرمز في الحقيقة سمح للكثير من المسلمين لإقامة الصلاة والعبادة بكل حرية في إسبانيا، وبالتالي أعتقد بأن هذه في الحقيقة يعني رد فعل طبيعي لما يتمتع به المسيحيين في دولنا، خاصة في البحرين. فهناك نوع من التبادل المعرفي والتبادل الثقافي والديني والمذهبي بين المملكة الإسبانية ومملكة البحرين. احنا كذلك من جهتنا كأعضاء في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية This is بحرين، نقلنا صورة المجتمع البحريني الحقيقية، شافوا المختلف أتباع الديانات، المسلمين، المسيحيين، اليهود، البوذا، الهندوس، شافوا. فلذلك هم بعد هذه الصورة جدا عجبتهم، وكان في التصور الأولي أن دول الخليج ما فيه هذا التناغم الجميل، يعني صورة التعايش دي. يعني ممكن كانت عندهم أن في أفراد من الأتباع الديانات، ولكن أن يكونون كجسم واحد. وطبعا هذه الجسم الواحد اللي احنا نشوفه هذه كلها راجع ومبدأ في الأساس هو توجيهات جلالة الملك في أكثر من محفل، في أكثر من قضية، أن الشعب البحريني له خصوصية، أن الكل يعيش على أرض واحدة، جسم واحد. يعد هذا الصرح دار الإسلام والمسلمين في إسبانيا، وقد تم افتتاحه عام 1992 بتبرع من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، ويضم مدرسة إسلامية ومكتبة وقاعة للندوات والمؤتمرات، ويشهد العديد من الأنشطة الدينية. كان لقاء مثير بالنسبة لي، ما كنت أتصور أنه بهذا الترتيب وبهذا الحضور من جميع أطياف الأقليات الدينية أو المجتمعات الدينية غير الإسلامية. أعتبرها خدمة جليلة للإنسانية، للتعايش السلمي بينهم، وأنه عمل مثمر خصوصا للشرق الأوسط بإعطاء صورة للعالم الغربي أو للمجتمع الغربي بأن نحن كذلك في المجتمعات الشرقية منفتحين على استقبال الآخر، على التعاون معه، على التعايش معه بسلمية كاملة. يلقى هذا المركز اهتماما من قبل الحكومة الإسبانية، خصوصا وأنه يقع تحت قطعة أرض كانت قد تنازلت عنها بلدية مدريد للجالية الإسلامية. يقدم المركز الإسلامي الثقافي هنا في مدريد الكثير من الخدمات للمسلمين، كما يقدم مثالا يحتذى في التعايش وسط المجتمع الإسباني لما له من دور فاعل في نشر قيم التسامح بين الأديان. بسام نبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين، مدريد.